طيب في القضية التي نحن كنا بنتحدث فيها امبارح ويعني تداعياتها المستمرة دي، يعني ناس بتقول حلال ناس بتقول حرام، ماذا تقول حضرتك دكتور هي عمرو؟ المسألة، هي المسألة مش هي هي المسألة المسألة مسألة مسألة الأكل من عدم الأكل ليست هي هذه القضية. هي القضية في الحقيقة، خلينا نتكلم بشكل واضح وبشكل كبير، هي المسألة طرحت على الساحة ليه؟ طرحت على الساحة بشكل آخر. معلش، ما احنا المفتي لابد ان هو يكون دقيق في التعامل تمام مع المسألة. تمام المسألة عرضت لأن في دعوة مثارة الآن عن طريق، وبدأت عن طريق السوشيال ميديا في الكلام على مسألة تصدير الكلاب والقطط لبعض الأماكن عشان تصدرها. هذا الكلام في الحقيقة لابد أن يسأل المفتي قبل أن يتكلم في المسألة، هو ده مطروح ولا مش مطروح؟ محدش لحد دلوقتي صدر أي كلام بشكل رسمي أو بشكل نتكلم فيه إن دوت معروض، ولكن بعض الناس بيقترحوا يا جماعة الخير بدل ما تيجوا تسموا القطط والكلاب أو تعملوا كذا في القطط والكلاب أو إن هو عايز يتخلص منهم، قال ما تصدروهم للناس اللي بياكلوه. إحنا في دار الإفتاء بنتكلم بشكل واضح فيما يتعلق بمسألة حماية الحيوان وحقوق الحيوان، بأن حقوق الحيوان محفوظة ولابد إن إحنا يعني نحافظ أنتم عليها. ضد تصدير القطط والكلاب؟ لا لا، يعني مسألة تصدير القطط والكلاب دي مسألة مش مطروحة عندنا، إحنا مسألة مطروحة عندنا يا جماعة الخير نحن مع حقوق الحيوان إلى المنتهى. إلى ايوه، المنتهى ما هو بمعنى إن إحنا ما هو جزء، القضيه دي دكتور عمرو، عفوا على المقاطعه، يعني بدات من زي ما حضرتك اشرت، اللي هي تصدير القطط والكلاب لدول بتاكلها، فيعني ده في اصل تعدي خليني اقول، انت لو جمعيات حضرتك حقوق عايز، الانسان يعني. انت عايز لو حضرتك عايزني اتكلم بشكل واضح وبشكل صريح جدا في المساله، هي المساله في الحقيقه هي صوره مصر، صوره مصر اللي بيحاول صحيح بعض الناس ان هم صحيح يستغلوا. صحيح احنا باعتبارنا مفتين احنا ما عندناش شيء يمنعنا من ان احنا نقول الحقيقه ونتعامل مع المساله ممتاز بوجهها الصحيح. كويس جدا المساله في الحقيقه ان الناس بتستغل القضيه دي لان كثير من الناس بيحاولوا يراهنوا على ان هم يؤثروا في صوره مصر في صحيح الخارج. تمام هم بيحاولوا يلعبوا على فكره حقوق الانسان تمام وكمان عايزين يضموا حقوق الينا كمان الحيوان فكره الكلام عن حقوق الحيوان. تمام فلابد ان المفتي يكون منتبه، يعني ما ينفعش ان المفتي وهو بيتكلم في القضيه ما يكونش فاهم هذه، ان احنا أبعدها بنتكلم في سياق اوسع من سياق مساله هو يتاكل ولا ما يتاكلش. هو لازم يكون فاهم ان احنا بنتكلم في سياق الكلام عن صوره مصر فيما استغلال هذه وبعض الكلام. المواقع الأجنبية بدأت فعلا تقول لك لا ما تروحش يا مصر فندم، علشان يا فندم بيعملوا كذا الذي وكذا يشاع للحيوانات. في بعض القنوات التي لحت بعض التوجهات بتشيع دلوقتي ان الناس ما بيجوش مصر عشان ان مصر فيها نوع من انواع عدم احترام حقوق الحيوان الحيوان. فعشان وبالتالي المفتي هذا المفروض يكون يعني ايه، يعني ذهنه واضح ومنتبه لهذه الاشياء. هو ده الكلام، هو ده الكلام. يعني لو المفتي ما التفتش لهذا السياق، تمام، المفتي لو ما التفتش لهذا السياق هيكون كلامه محتاج لكثير من يعني الوعي. انا افهم من كلامك يا دكتور عمرو، عشان بس طولت عليك معلش، ان حضرتك مؤيد لكلام الدكتور عباس شومان، صح؟ أنا مؤيد لفكرة إن إحنا محترمين حقوق الإنسان إلى أبعد حد. ليه بقول لك كده؟ لأن حقوق يعني في الإنسان حد والحيوان، حقوق الإنسان والحيوان إلى أبعد حد، تمام، ومصر طول الوقت هي محافظة على هذا الأمر بكل ما لديها من قوة وبشكل كبير. نعم. ليه بنصيغ المسألة دي؟ لكي نجيب على الفتوى بحقها ومستحقها، تمام، بدون إغفال أي سياق من السياقات. تمام، بشكرك شكرا جزيلا الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.